كأننا كنا نعيش في واحد الحلم، وفقنا على واحد الواقع. سبحان الله، فعلنا فوق كل شيء تغير. جاءوا شي ناس اخرين، كانت هذيك السيدة اللي كانت السيدة هيتا بالنسة اللي كانت ولا فيها والخراب، لأن احنا خلينا ورا زاد على ما سمعنا، وداك شي الأصدقاء ديالنا جاو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بادئ ببدء تنشكر جريده تمازيرت بريس على هذه الاستضافه باش نطرقوا لهذا الموضوع الشائك، هذا الموضوع ديال فندق الغزاله الذهبيه، باش نحكي لكم بعض احداث ديال هذا الفندق اللي عشتها انا كوني كنت عامل سابق في هذه الغزاله الذهبيه، وباقي من من الدائنين فيها، لان باقيين حنا في دهاليز المحكمه تاعنا. المشكل ديالنا حنا كنا من المطرودين. الور الغزاله الذهبيه واحد المعلمه تاريخيه صراحه، واحد المعلمه اللي كنت تفتخر بها، كانت تفتخر بها مدينه تارودانت. الغزاله الذهبيه اللي كانت تستقطب اش نقول لك النجوم والناس، الناس من اعلى مستوى صراحه، اللي كانوا تعطوا واحد السمعه، واحد القيمه لهذه المدينه. الناس اللي صراحه الناس اللي كنا اللي كانوا ديك الساعه في هذيك الحقبه اللي كنت فيها من 2012 بعد انا، والناس اللي قبل مني خدامين وداك الشيء، زعما تيتحصروا على ديك الايام صراحه. كنا عايشين واحد المعيشه مزيانه، كنا عايشين مع الناس، كنا السياحه كانت مزدهره، الفندق كان خدام مزيان، كان الرواج، المدينه مروجه، خدامين تقريبا على طول السنه، كان ديك الفتره الصيفيه. ولكن الحمد لله الانسان اللي يكون تكون الرواج يكون هذا، عشنا فيها مراحل زعما صراحه مزيانه. كانت المدينة كلها البازارات خدامين، كان أصحاب الخضرة خدامين، أصحاب الحوت خدامين، يعني التجارة الداخلية ديال المدينة كانت خدامة، مروجها الغزالة الذهبية. نظرا كما قلت لكم، نظرا لاستقطابه بعض معظم الزبائن اللي تكونوا يعني كانوا ناس تيجيو صراحه. هاد المعلمه اللي تنشوفوا دابا ضاعت فيها مدينه تارودانت، ضاعت فيها الكثير. سنه 2014 شهدت واحد التغير جذري لهاد المعلمه هذه.
سنة 2014، كأننا كنا نعيش في واحد الحلم وفقنا على واحد الواقع آخر. سبحان الله العظيم، فإن كل شيء تغير. جاءوا شي ناس أخرين، كانت هذيك السيدة اللي كانت السيدة غيتا بن نيس، اللي كانت المستثمرة، اللي كانت صراحة كانت قيمة باللازم وكانت ناهضة بالمدينة صراحة، ماشي تنقولوا. في حين جاوا هذوك الناس، ماشي صيفطوا ناس اخرين، ماشي جاوا. احنا لحد الان باقي ما عمرنا وما عمرنا شفناه، ما عمرنا شفنا هذا المستثمر، ما عمرنا هذا تيقولوا شي مستثمر سعودي ولا الله اعلم. المهم اللي كان هو جا واحد من السفاره، واحد تيقولوا له الحدادي تنظن، وجا مع واحد الحارس. هذاك من السفاره كان دوز معانا واحد المده ديال 15 يوم او لا شهر تيمشي وتيجي، في حين خلاو هذاك الحارس تماك. صافي لوطيل بداو تيجريو على الزبائن، ما بقاوش الزبائن، ولاو ربما كاينين اللي خداو من عندهم كاع الفلوس في ديك الحقبه، حد خداو عندهم الفلوس وناضوا مشاكل وسدوا هذا انقطاع ديال الكهرباء. حنا ما بقيناش نتخلصوا 3 شهور 4 شهور حتى تنديروا تيمشيو ياخذوا قروض ولا الله يعلم ليهم اللي تيجيبوا لنا داك الشويه، ثاني تنبركوا ثاني شهرين 3 شهور اخر. الى حين انا كنت من اول المطرودين، نظرا كنت تنهضر على حقي، تنهضر واش الانسان عايش بهذاك الاجر وما غاديش يتخلص 4 شهور 5 شهور، عنده الكرا، عنده المصاريف، عنده، وهاد الناس ما تيخلصوش هاد الشيء. فين غادي، فين رجعوا، ولينا تنشوفوا المآل ديال هاد المعلمه والمآل ديال هاد الناس. راه تقريبا راه 100 واحد، 100 واحد اللي خدامه مباشره، عاد خلي شي 200 ولا 300 غير مباشره. فين غتمشي هاد الناس؟ هاد الناس هلكم، جاو في ظرف ربما سنتين لاشيت ليبر، داروا لاشيت ليبر بهاد المعلمه، ما كاين لا زبائن لا والو. بان لك الوطيل الخراب، ما بقاوش تيبحثوا على الماء باش يسقيو الجرادي ديال الفندق، لا بيسين تلوات. ولينا تنشوفوا داك الشيء غادي في الهاويه، بقينا تنشوفوا داك الشيء غادي في الهاويه. فاش تهضر مع داك السيد اللي كاين تم لينا، وكانوا خلاو واحد الحارس تيقول غدا غيجي، اليوم غيجي، غدا غيجي، ولكن الى حين يوم من هذا عمرنا ما سمعنا هذا السيد جا ولا هذا السيد زعما داير. وصراحه ريبوا هاد المعلمه وخسروها، كرفسوها صراحه، وتكرفسوا على المدينه صراحه، تكرفسوا على المدينه. Thank you.
الآن ربما الحمد لله، تنقول الحمد لله لأن نظرا تتبعنا الأحداث سمعنا بأن السيدة اللي كانت من قبل السيدة غيثة بنيس رجع لها الحق ديالها، ورجع لها الحق ديالها لأن تبعت المساطير ديالها. تنقول الحمد لله لأن تنشوف المكان المناسب، الشخص المناسب في المكان المناسب. صراحة تنشوف الشخص المناسب في المكان المناسب. إلا قلنا واحد نقدروا نسميوها المرأة الحديدية، لأنها تتضارب باش تجيب الزبائن. أنا كنت سائق شخصي ديالها ربما بعض الأحيان، وتنشوفها كيفاش تتعامل وكيفاش تجيب، يعني ماشي بالسهل باش تستقطب ناس. واحد الطينة، واحد الزبائن، واحد الطينة عالية، ماشي سهل باش تجيبهم، ماشي سهل. وثانيا مؤخرا ربما تنشر في واحد الجريده بان هاد الناس وان هاد السيده تضيع الشباب وتضيع الاستثمار. انا تنكذب هادشي. بالعكس، هاد السيده هي اللي عشنا معها وعاشوا معها الناس 20 سنه و25 سنه، عاشوا معها وحياه الاستثمار وعيش ودار واستثمرت في البلاد. هاد الناس جاو سنتين ما داروا والو، تيقولك تيناشدوا جلاله الملك بان لان هاد السيده البطش ديالها اولا هذا. حنا بعدا كعمال جاو هما هاد الناس سنتين شردونا وضيعوا لينا حقنا، هاد الناس ضيعوا لينا حقنا وشردونا وخلونا متشردين. اللي تشرد ما كاين اللي ياكل مع وليداتو، كاين اللي خدام دابا غير تيسلك هكا هكا. عرفتي المدينه صغيره ما فيهاش ما كاينش العمل. صعيب باش تلقى العمل في هذه المدينه هذه. فين تشردوا الناس وخلونا حنا دابا حنا باقيين في دهاليز المحكمه، باقيين تنتسناو حقنا في المحكمه. وهاد الناس الله يهديهم، منين ما بغاوش يخدموا يخليو الناس اللي تخدم. الله يجازيهم بخير. ما الا بغيتنا وربما الا بغيتو تعرفوا اكثر يمكن لكم تمشيو للفندق وتسقسيو وتشوفوا الحاله اللي ولا فيها الخراب اللي الحاله اللي ولا فيها والخراب، لان حنا خليناه وراه زاد على ما سمعنا وداكشي الاصدقاء ديالنا وتعاودوا لنا زاد. وانتم تتشوفوا الحاله، تشوفوا راه هذا الشيء اللي تيبان لكم. هذه الخضوريه هذه راه غير مؤخرا الناس، هاد السيده فاش جات عاد بدات تسقي، بدات ربما حفرت البير ولا شوف الله اعلم. المهم انتم تشوفوا كما تشوفوا الحاله اللي ولا فيها القصب حاليا. دابا الحمد لله بعدا تيبان شويه، ما كون جيتوا ما قبل غتشوفوا راه الله الا تدمعوا العين. تنتفكروا هذا الشيء صراحه والله الا بقى فينا الحال. راه تشوفوا داك الخراب وداك الشيء، المآل اللي ولا لهذا الفندق. وتنتمناو من الجهات المسؤوله تشوف بهذه المعلمه تنوض، لان الا رجعت هذه المعلمه غيرجع 100 منصب شغل مباشر وغترجع لهذا. يعاونوا هاد الناس اللي بغات تخدم ويجيبوا لنا الناس اكفاء اللي بغات تخدم، ويعاونوا هاد السيده الا بغات تخدم. ونتمنوا عند الله كل خير لهاد المعلمه ولهاد المدينه. والله حنا غيورين على هاد المدينه، نتمنوا كل خير والسلام عليكم.